السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أنا أخذ مسند الدرمي ومسند أحمد وأيضا الموطأ. يبقى لنا فتاوى القواعد التي ارتكز عليها ابن تيمية في الفتاوى، إن شاء الله تكون في العشاء أو بعد العشاء على الساعة 10 حتى يكون بعدها الفتاوى بإذن الله تعالى. والإخوة طلبوا منا أنها تكون يعني عندهم بحيث لا يضيع عليهم الكلام على فتاوى ابن تيمية لأهمية الباب، فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامها بإذن الله تعالى. أيها النبي الشامي، جزاكم الله خير. قال باب قدر، شوف، ولا لا أحمد ولا محمود، فين محمود الصعيدي؟ أين هو؟ باب، قال مصنف، باب قدر القراءة في العشاء. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبان عن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذا رضي الله عنه أرضاه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، فجاء ذات ليلة فصلى العتمة فقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب، فبلغه أن معاذا نال منه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبا مكة، كيف أنت حبيبي رضي الله عنك، نشتاق إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان 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 فتان. ثم أمر بسورتين من وسط المفصل. الحديث فيه مسائل كثيرة، وهي مسائل من الأهمية المكان. فيها مسألة فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان ممن حفظ القرآن، وكان معاذ بن جبل أيضا ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس في الحلال، أعلم إخوتي، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. معاذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة برمية حجر. وكان من فقه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخرى، ثم يذهب إلى قومه وهو أقرأهم فيصلي به، فيجعل فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها الأفضل، ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل النافلة بالناس يصلي بهم في مكانه. فكان الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يصلون مع معاذ بن جبل العشاء الأخرة. ففي ذات يوم أو في ذات ليلة صلى بهم العشاء، ثم أطال معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقرأ بالفاتحة، ثم قرأ بالبقرة، وقام رجل كان يصلي معه فتنحى جانبا وصلى ثم ذهب. في رواية قال: هذا منافق. قال: لست منافق، وإني سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك أكرم. قال: لست منافقا، وإني لا سأشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في مسألة الأولى فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه رضاه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخرة، وهذا يصلي بقوم، وفيها دلالة على تقدمه عليه، أنه كان أحفظهم وكان أعلمهم، لذلك كان يصلي بهم. وهذه أيضا فيها تقديم السنة، قال: ولأمكم أقرأكم. المسألة الثانية في هذا الباب هو جواز اختلاف نوايا الإمام والمأموم، جواز الاختلاف عند الصلاة في نية الإمام ونية المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جاء الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فكان المسألة هنا في هذا الباب على أنه يؤتم به، ويؤتم به أيضا في النوايا. لكن هنا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ معه فريضة ويصلي بهم نافلة واختلفت النوايا، دل ذلك على أنها غير مقصودة، يعني ليس داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدلاء على ذلك أيضا أن رجلا في الفجر دخل متأخرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على أخيكم؟ ويتصدق إذن سيصلي نفلة، والآخر يصلي فريضة بالنية يعني. فاختلفت النوايا، اختلاف النوايا يعني لا شيء فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، قال: لما لم تصليا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ووجدتم الإمام يصلي فصلوا معه، تكون نافلة لكم وفريضة له. فهذه فيها دلالة في هذا الباب، حفظك ربي أكرم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهما أو على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاء الإمام ليتم به خرج من ذلك مسألة النوايا. وهذه المسألة الصحيحة في هذا الباب. المسألة الثالثة فيها جواز
من دخل الصلاة مأموما جماعة وعن له ما عنا له أن يخرج من الصلاة أو ينفرد، له أن يغير النية ويخرج من الجماعة فينفرد بالصلاة. وهذا الذي فعله الفاضل الكريم الصحابي الجليل، انفرد من التعب والعناء فانفرد وصلى وأتم صلاته منفردا. هل يخرج في وعرات أنه خرج وصلى منفردا، وبعضها أنه بقي على تكبيرة الإحرام وانفصل عنه فصلى بالنية أنه منفرد صلى منفردا. المسألة الرابعة بأن من اتهم أحدا بالنفاق أو بالكفر حارت عليه، إلا من كان عالما عنده الآلة، إلا من كان عالما عنده الآلة. ولذلك هنا معاذ قال إنه منافق وكان عنده الآلة، كان عالما نحريرا عنده الآلة، فلما كانت عنده الآلة لم ترجع عليه. أنا قال منافق لم ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حارت عليك، ولم يقل له لما قلت، لأنه أخذ بالقرينة واجتهد فيها كما قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق على الحاطب. النبي لم ينكر عليه الحكم بالقرينة، لكنه قال له الشيء الذي لا تعرفه أن النبي أن الله تعالى قال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفيها أيضا المعاتبة والمراجعة من أجل تخفيف الناس، لأن ديننا دين اليسر. قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وفي رواية أنه قام فقال ما بال قوم يصلون بكذا وكذا، من أما بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. واشتد عليه، ما لم أذهب إليه أكرم، عمل العملية جراحية من يومين وأنا تقصيري عالي جدا، كنت مسافر وضغط مضغوط، وحاول أذهب إليه اليوم إن شاء الله الليلة أكون عنده، وأنا عنده أتصل فيك بإذن الله. فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال عموما كما قلت من صلى بالناس فليخفف فليخف. ففيها أصلا سنة التخفيف، والتخفيف كما قال بعض علمائنا ليس التخفيف أنه يصلي بقصار الصور في كل الصلوات، التخفيف بحاله على ما كان يفعل النبي، لأن أنس قال ما رأيت أحدا أتم صلاة وأخف من النبي صلى الله عليه وسلم. فتخفيفهم فيه تمام، تخفيفهم فيه تمام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيها أيضا فضل معاذ بن جبل أنه سمع وطاع وأخذ بفتوى أخذ بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراجع النبي في شيء بل طبقها. المسألة الخامسة على الإمام أن ينظر إلى أحوال المأمومين، لأن النبي قال فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فعليه أن ينظر إلى أحوال المأمومين وعلى أحوالهم يبدأ ينظر في التخفيف وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أدخل الصلاة أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي، قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف، فأسمع بكاء الصبي فأخفف. فلا بد أن ينظر فيهم وينظر في يعني من يستطيع، إذا كانوا يتحملون يطيل، يعني يقول لهم نحن سنطيل اليوم وسنفعل كذا، فإن كانوا سيتحملون وقالوا له نعم أطل بنا يطيل، وإن علم أن فيهم الضعيف وذا الحاجة لا يطيل. لذلك قلنا أنه لا بد أن ينظر في من خلفه، يعني كيف سيفعل وكيف يصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وفتن أنت معاذ، ثم قال له اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. تأخرت يا أمين أيضا، محمد هارون تأخرت أيضا، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب بيّن له كيف يقرأ وبما يقرأ من أواسط المفصل في العشاء، من أواسط المفصل في العشاء. أما إذا علم أن الجماعة لا يشق عليهم وهم أذن له أن يطيل له أن يطيل، ولكن في السنة في العادة كما قلت أواسط المفصل، أواسط المفصل. لذلك قال علماؤنا اتفق الأئمة الأربعة على استحباب القراءة في العشاء بأواسط المفصل، فإن أطال فله ذلك، فقد قرأ عمر في العشاء بسورة يوسف وفي الفجر بسورة يوسف أيضا، وأيضا قرأ ابن عمر بسورة الفتح وسورة محمد، وقرأ ابن مسعود في الركعة الأولى 40 آية من الأنفال، ثم قرأ بسورة المفصل في الثانية. وروي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بالنجم، وينبغي أن يخالف ذلك بما إذا كان لا يشق على لا يشق على المصلين. والسنة كما قلنا التخفيف. الفوائد المستنبطة، ديننا دين التيسير، الإمام لابد أن ينظر في أحوال من يصلي خلفه فيعمد إلى 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 التخفيف من أجلهم، يعني حاله يكون مرهون، يكون مرهونا
بحال المصلين خلفه. فائدة ثالثة، فضل معاذ وفضل الموعظة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.